وفي تأليف الموطأ للإمام مالك ثالثا. ضحوا بمالهم بصحتهم، كان الواحد فيهم يقطع الفيافي والصحاري من أجل حديث، يقطع من مصر إلى الكوفة إلى العراق من أجل سماع حديث، وكان يقطعون من الكوفة إلى المدينة المنورة لاستناط وكتابة حديث. كان الواحد فيهم يبيع داره من أجل تأليف كتاب. إذن هؤلاء الناس سارعوا إلى مغفرة من الله، عرفوا كلمة شنو هي المسارع. ومنهم من سجن ومات في السجن من أجل حديث أو من أجل يعني حكمة أو من أجل قاعدة فقهية أو من أجل مسألة عقائدية بقي عليها. وأنتم اليوم أيها الأحبة بفضل تضحيات أولئك العلماء الماضون، أنت اليوم تدخل إلى صفحات الإنترنت فتجد شيخنا الإمام البخاري ومؤلفاته، سيدنا مسلم ومؤلفاته، ابن حبان والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام مالك وإلى غير ذلك من أصحاب الكتب الستة. ضحوا بمالهم بصحتهم بأولادهم بعائلاتهم من أجل أن يصلوا ويوصلوا هذا الإسلام إليك سهلا. لذلك دائما لما تقرأ القرآن الكريم وتجد سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالخطاب متوجه إليك أنت أيها المسلم، سارع إلى مغفرة من الله ورضوان من الله. ونعيد ونذكر ونحن في اليوم العاشر من شهر الصيام، يعني بعد 10 أيام ونيف هناك يعني بغي نكرموا يعني القائمين على المسجد وعلى رأسهم الشيخ الإمام، بغي نكرموا حافظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن اليوم رنا من اليوم بدينا نستعد إلى ذلك. فلما يعني تسمع سارع وتسابق وأبذل وأقف مع غيرك، فيعني أردنا أن نكرمهم كما فعلنا في العام الماضي، نشجعهم باش يبقوا ثابتين على كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني النداء متوجه للنسويين وللرجال المصلين اللي مولانا فات عليه، فيكرم ربا يكرموا هاد الناس، لموا لهم بما كتب الله سبحانه وتعالى وبما جادت به جنوبكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون، أي كم النولة مش الذين يصلون ولا يحجون، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت إذا أردت أن يحبك ربي سبحانه وتعالى وتصير من المحسنين، سارع سارع في بناء المساجد، في ترميم المساجد، في معاونة أهل القرآن، في معاونة الإمام، إمام المسجد. لا تكون معول هدر، وإنما يعني كلمة الحق تقال. وإذ نحن أيها الأحبة ندخل في العشر الأواخر من شهر الصيام أو العشر الوسطى من شهر الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله منهم طاعاتهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على ملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يتقبل منا الصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم ومجالس الذكر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بذكره وينور أسماعنا بالقرآن الكريم. نحن في بحبوحة أيها الأحبة، خدنا في غزة يعني لا يجدون وين يصلوا، فضلا عن أنهم يعني يصلوا أصلا صلاة التراويح، راهم في أزمة. ويعني قبل أن آتي يعني شفت الشاشة يعني مجزرة ومجازر والعالم يتفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم يا رب. هادو أهل غزة وفلسطين رانا متأكدين يا ربي ما بقيت إلا أنت يا مولانا سبحانه وتعالى، عجز العالم، العالم عجز أن يقدم لهم شيء، فيا ربي إنهم في يديك وفي حفظك، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم سدد رميهم وثبتهم يا ربي في أرضهم، يا ربي اللهم انزل عليهم المن والسلوى، يا ربي تقبلهم في الشهداء، يا ربي داوي جرحاهم،
يا ربي داوي مرضاهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى إتمام شهر الصيام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.